الحمد لله الغفور، أحمده سبحانه جل في علاه على نعمه في المساء والبكور، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، شهادة من يرجو تجارة لن تبور، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أخرجنا بإذنه من الظلمات إلى النور، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن سار في طريق الحبور. أما بعد، فطبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، وأهلا وسهلا بكم مجددا في هذه السلسلة الماتعة، سلسلة الثمار اليانعة للأعمال الصالحة. ولا زال أحبتي في الله حديثنا موصولا حول الثمرات للأعمال البدنية، وقد تكلمنا في اللقاء الماضي عن ثمرات حسن الخلق. وحسن الخلق منظومة كبيرة في هذه الشريعة، وهذه الليلة بإذن الله عز وجل سوف نعيش مع خلق مهم جدا يحتاجه المسلم في بيته وفي مقر وظيفته وفي تعامله مع عموم الناس. هذا الخلق أيها الأحبة هو خلق الرفق والأناة والحلم، هذا الخلق العظيم الذي يدل على عقل الإنسان، الذي يدل على اتزان الإنسان. وكان نبينا صلى الله عليه وسلم بأبي هو وأمي مدرسة في هذا الباب، فلما جاء ذلك الأعرابي بال في طرف مسجد النبي صلى الله عليه وسلم فهم الصحابة به، قال النبي صلى الله عليه وسلم دعوه، ثم دعاه النبي صلى الله عليه وسلم وقال إن هذه المساجد جعلت للصلاة ولذكر الله، فلم يعنفه النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا معاوية بن الحكم السلمي لما عطس رجل في الصلاة شمته بصوت عالي، فما زجره النبي صلى الله عليه وسلم ولا نهره، بل علمه النبي صلى الله عليه وسلم أن هذه الصلاة لذكر الله والتسبيح وقراءة القرآن. فقال معاوية ما رأيت معلما خيرا من محمد صلى الله عليه وسلم. وتأمل في هذا الموقف، يقول أنس بن مالك كنت عند النبي صلى الله عليه وسلم وعليه بردة يمانية غليظة، جبة كان يلبسها النبي صلى الله عليه وسلم غليظة من صناعة أهل اليمن، قال فجاءه رجل أعرابي فجذب النبي صلى الله عليه وسلم جذبة شديدة، سحب هذا الرداء الذي يلبسه النبي صلى الله عليه وسلم، قال حتى إني لأرى أثر هذه الجذبة في رقبة النبي صلى الله عليه وسلم، ثم قال يا محمد مر لي بعطاء. ماذا يريد هذا الرجل؟ جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وسحب هذه البردة بشدة ويقول للنبي صلى الله عليه وسلم اعطني مالا. هل غضب النبي صلى الله عليه وسلم؟ هل عنفه؟ هل انتقم لنفسه؟ هل ضربه؟ كلا، نظر النبي صلى الله عليه وسلم وضحك بأبي هو وأمي ثم أمر له بعطاء. هذه هي سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، كان يأمر بهذا الجانب، يقول يسروا ولا تعسروا وبشروا ولا تنفروا. وجاء في وصف النبي صلى الله عليه وسلم في الشمائل ما خير النبي صلى الله عليه وسلم بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثما. فكان النبي صلى الله عليه وسلم بأبي هو وأمي مدرسة في الرفق. الرفق إخواني الأحبة له ثمرات كثيرة جدا، أولى هذه الثمرات أن الرفق من أسباب محبة الله عز وجل. الإنسان يسعى في هذه الدنيا أن يحصل محبة الله عز وجل أو الأمور التي تجلب محبة الله عز وجل. والنبي صلى الله عليه وسلم ماذا يقول؟ يقول إن الله رفيق يحب الرفق، إن الله رفيق يحب الرفق. الله سبحانه وتعالى يتصف بهذه الصفة ويحب هذه الصفة في عبيده، يحب هذه الصفة في الناس. فالإنسان إن اتصف بهذه الصفة فاز بهذا الأمر. الثمرة الثانية ليس فقط محبة الله عز وجل، بل محبة النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم أيضا يحب هذه الصفة، ولذلك لما جاء وفد بن عبد القيس
كان منهم الأشج رجل حكيم، ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال إن فيك خصلتان يحبهما الله ورسوله، الحلم والأناة. فيك صفتين جميلتين الله سبحانه وتعالى ورسوله يحبان، هذه هاتين الصفتين الحلم والأناة كانت في هذا الرجل. ثم أيضا من الثمرات أن هذا الخلق العظيم سبب لمرضاة الله عز وجل، إلى جانب المحبة رضوان الله عز وجل، والرضوان من الله أكبر، الإنسان يسعى إلى مرضاة الله عز وجل. في الحديث إن الله يحب الرفق ويرضاه، يرضى هذا الرفق. ثم أيضا من الثمرات، الثمرة الرابعة، كثرة العطاء والثواب الذي يكون على هذا الخلق. تأمل، يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله يعطي على الرفق ما لا يعطي على غيره، يعني يعطي من الثواب والإعانة ما لا يعطيه على غيره. وأيضا من الثمرات، الثمرة الخامسة، إلى جانب الثواب والعطاء هناك الإعانة. هذا خلق الله سبحانه وتعالى يعينك عليه، يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله يعين على الرفق ما لا يعين على غيره. إذا أراد الإنسان أن يتصف بهذه الصفة فسيجد التسديد والتوفيق والتأييد من الله سبحانه وتعالى للاتصاف بهذه الصفة الكريمة. أيضا من الثمرات أيها الأحبة التحريم على النار، التحريم على النار، أسأل الله يحرمنا وإياكم على النار. يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله، ألا أخبركم بمن يحرم على النار؟ قالوا بلى. قال النبي صلى الله عليه وسلم كل هين لين سهل قريب. من يتصف بهذه الصفات، الرفق، اللين، الرحمة، القرب من الناس، يبشر بهذه البشارة العظيمة. أيضا من الثمرات، الثمرة السابعة، وهي دخول الجنة. من معاني الرفق أن يترك الإنسان الغضب، كلما قلل الإنسان الغضب وتحكم في الغضب فهذا معنى جميل من معاني الرفق. ولذلك لما جاء ذلك الرجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال دلني على عمل يدخلني الجنة، قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تغضب، هذا العمل سبب لدخوله الجنة. ثامنا، الفوز بالحور العين في الجنة. إذا حفظ الإنسان غضبه واتصف بالحلم ومسك نفسه، وخاصة في ساعات الثوران التي تكون لدى الإنسان، يقول النبي صلى الله عليه وسلم من كتم غيظا وهو يستطيع أن ينفذه دعاه الله يوم القيامة على رؤوس الخلائق حتى يخيره الله ما شاء من الحور العين. بسبب حفظ هذا الغضب، بسبب هذا الكتمان، هذا الحلم الذي اتصف به، يجد هذه المثوبة من الله عز وجل. تاسعا، من الثمرات الزينة التي أخبر عنها النبي صلى الله عليه وسلم ما دخل الرفق في شيء إلا زانة. أي عمل من الأعمال حتى الأمور الدنيوية إذا تعامل الإنسان معها بالرفق وجد فيها يسر وسهولة وتيسير، بخلاف إذا تعامل معها بالعنف. كثير من الأمور في حياتنا تحتاج إلى حكمة، تحتاج إلى رفق. عاشرا، من الثمرات أنه باب من أبواب الخير، وقد وردت أحاديث كثيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم في تقرير هذا الأمر. قال النبي صلى الله عليه وسلم من أعطي الرفق فقد أعطي حظه من الخير كله. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله إذا أحب أهل بيت أدخل عليهم الرفق، إذا أحب أهل بيت أدخل عليهم الرفق. وصى النبي صلى الله عليه وسلم أم المؤمنين عائشة ارفقي، فإن الله إذا أحب أهل بيت أعطاهم الرفق. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا حرم أهل بيت من الرفق فقد حرموا من الخير كله. ف
فقد حرموا من الخير كله. أيضا من الثمرات الثمرة الحادية عشر أنها سد لأبواب الشيطان. ما الذي يغضبك؟ ما الذي يريد أن يثيرك؟ ما الذي يريد أن يوقع بينك وبين الناس العداوة والبغضاء؟ الشيطان. فأنت بحفظك لنفسك وبالأناة وبالحلم تسد الباب على الشيطان وتطيع الرحمن. ولذلك جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم التأني من الرحمن والعجلة من الشيطان. التأودة، التأني، الحلم، الحكمة، الرحمة، هذه كلها من الله عز وجل، ونقيضها من الغضب، من الاندفاع، من التهور، من الطيش، هذه كلها من الشيطان. الثاني عشر وأخيرا من هذه الثمرات الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم وتطبيق هدي النبي صلى الله عليه وسلم ووصايا النبي صلى الله عليه وسلم. الرجل الذي جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال أوصني، قال لا تغضب، فردد مرارا، يعني يقول أوصني أوصني، والنبي صلى الله عليه وسلم لا يتجاوز هذه الوصية، يقول لا تغضب لا تغضب، هذه وصية يكررها النبي صلى الله عليه وسلم. هل الوصايا انتهت أم هذه الوصية هي وصية عظيمة قصدها النبي صلى الله عليه وسلم؟ هذه وصية عظيمة، وكان النبي صلى الله عليه وسلم كما يقول العلماء في أبواب الوصايا يوصي كل رجل حسب حاله، يرى هذا يحتاج أن يوصى بعدم الغضب، هذا يوصى بالتوحيد، هذا يوصى بالصلاة، فوصى النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الوصية العظيمة لا تغضب، فمن ترك الغضب واتصف بالرفق واتصف بالحلم فقد أخذ بوصية النبي صلى الله عليه وسلم. أسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم حسن الأخلاق، وأن يبعدنا وإياكم من النفاق والشقاق، وأن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، إنه ولي ذلك والقادر عليه، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، وجزاكم الله خيرا.